طحين بر، تمر خلاص ربع كيلو. أول خطوة ذوب التمر، ننزل الماي. ما شاء الله، بسم الله. وهذا الميزان، واحد اثنين وانخل. خففت النخالة، بعد ما صفيتها من النوى صار جاهز. أشيل بعضات الشيء، بسم الله. واحد ونص، وحرك. ما شاء الله، ونزود شوي، نكسر الضوء ونفتحها من الجوانب، ونزل باقي تمر، ونسكر عليه ونتركه على الراحة تطبخ. وهذا الدهن، وسكر عليه وخال على الراحة تطبخ. ما شاء الله، نرفعها عن الضوء وجه وقت الضراب. بسم الله، ما شاء الله تبارك الله. العصير صار جاهز، ارجع على الضوء شوي بس دقيقتين. دهن بكرسي، بسم الله. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. هزين الصحن وارجع لكم. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذه العصيدة صارت جاهزة، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله.